السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى فوط لأحلى عرايس، حاجات كلها جميلة جدا. ست رسومات عندنا، فوط مش هتشوفها في أي مكان. فوطة منقوشة، كل الفوطة منقوشة من فوق لتحت، رسومات جديدة، رسومات مختلفة. عندنا ست رسومات مختلفين، هفرج حضراتكم دلوقتي عليهم. حاجات تهبل وأسعار مخفضة جدا. عندنا أول حاجة الموديلات يا جماعة، الفوط دي كلها ناحية قطيفة وناحية قطن. الفوطة دي لو انت خدتها ما نشفتش، او الطبعة طلعت، او الفوطة باهتت، او نزلت لون، جيبها جاري وتاخد مكانها 100 فوطة. لو حصل مشكلة من اللي انا قلتهم لحضراتكم، الفوطة دي يا جماعة هتلاقيها ناعمة جدا، تشرب المية بسهولة، مفيش لون ينزل في الغسيل، استحالة لون في فوط قطن اندمور ينزل في الغسيل، لان الفوطة دي كلها الخامات بتاعتها خامات تركي، حاجات نظيفة جدا. الناحية دي كلها قطيفة، والناحية اللي من ورا قطن. طبعا الطبعات دي زي ما قلنا مش هتطلع، استحالة هتطلع، الفوطة هتتقطع مع طول الوقت وطول الاستمرار، والطبعة دي هتبقى قاعدة زي ما هي بنفس اللون ونفس الجودة. عندنا أول موديل، حاجة جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين. كمان عندنا الموديل التاني برضو آخر شياكة. الفوطة بصوا الجمال، شايفين الوردة والتطريزة كده، حاجة ترصها في الدولاب، حاجة تحفة، حاجة منظر كده، انت ورصتها في الدولاب بتدي منظر وشكل. نفتح بقى اللون البيج الوحش ده نشوفه عامل ازاي. هو اوحش لون اللون البيج على فكره في الفوطه دي، بس شايفين جماله عامل ازاي، وهو يعتبر اسوأ لون في الالوان. الفوطه يا جماعه التطريز والطباعه اللي عليها عامله شكل ومنظر جميله جدا جدا. كمان في الفوطه دي لاف وحاجات كده وحبشتكنات فيها زي ما انتم حضراتكم شايفين. شايفين جمال الفوطه، وقربي كده على القطيفة، شايفين القطيفة أكيد كده واضحة إنها ناعمة، واضح الملمس. دي قطيفة قطن، مش قطيفة اللي هي بتاعة دفات السرير اللي تيجي تنشف بيها هتلاقي المية قاعدة زي ما هي، لا دي بمجرد ما بتلمس الجسم المية بتجري. المية أصلا بتجري قبل ما بتلمس الجسم، لأن الفوطة قطن، غير الفوطة اللي تقعد تعمل كأنك عندك جرب وأنت قاعد تهرش، وهي أصلا مش عايزة تنشف مية، لأن دي فوط مصري زي الفوطة اللي إحنا قلنا عليه العرض الزبالة ده. الناس زعلت من كلمة زبالة، والله العظيم الفوط دي زبالة، مفيش واقع مقارنة. احنا قلنا المنتج بفعله، يعني احنا قلنا اللي في المنتج نفسه، وانت عليك الاختيار تاخد الحاجة الحلوة تاخد الحاجة الوحشة، ده شيء يرجع لك، بس احنا واجب علينا ان نقول لك الحاجة دي ايه ووضعها ايه. شايفين شكل الفوطة يا جماعة، حاجة بصوا تحفة، اشكال جديدة وحاجات جديدة كلها، وبرة عالية، فوطة ناعمة جدا، ورسومات كلها جديدة، ترص في الدولاب تشيكي بقى تقعدي بقى، يعني حاجة تخلي الدولاب كده ينور. كمان عندنا الموديل ده، الموديل ده غير الاولاني بس هم قريبين من بعض. انت مصر عشان تتصوروا دول اهو، حلو كده يعني. طيب ناخد دول. شايفين يا جماعه الفوطه دي يا جماعه مقاسها 50 في 90، انا كنت هنسى اقول لكم الاسعار. سعر الفوطه يا جماعه دي الكرتونه دي سعرها 275 جنيه. العلبه دي يا جماعه متخفضه، في محلات بتبيعها ب 450 جنيه في القاهره كده، محلات كبيرة. غير في الصعيد مش هتلاقوا الفوطة دي خالص عند حد، ولو حد جاب الفوطة دي ببيعها ب 550 جنيه العلبة، احنا عاملينها ب 275 جنيه. وبنأكد عليكم ان الفوطة دي قطن، بتشرب المية ناعمة جدا، ناحية قطيفة وناحية قطن، والناحيتين بيشربوا المية. وانتظرونا ان شاء الله عروض كتير بإذن الله، وحاجات جميلة جدا، وقريب دفايات سرير والحفا وبطاطين ومفارش قطيفة، كله بسعر مخفض جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.